نيافة الأخ العزيز لأنبا أرشليدس أسقف كندا للكنيسة القبطية الشقيقة اللي مستضيفنا اليوم في بيته شكرا <applause> شكرا 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 نيافة المطران ماروقين نعمة القس سكرتير البطريركي أبنائي الأحباء الكهنة الشمامسة أيها الشعب المؤمن المبارك في البدء نرفع الشكر للرب الإله الذي منحنا هذا اليوم وهذه الفرصة لنلتقي بكم أبناء روحيين أعزاء من ولاية أونتاريو وخاصة مدينة تورونتو نشكر الرب الذي يمنحنا دائما الفرصة تلو الأخرى لنمجده ولنعمل من اجل خلاص نفوسنا احيانا ناخذ هذه الفرص واحيانا نتجاهلها لكن الله لا ييأس منا نحن احيانا نيأس من انفسنا لكن الله لا ييأس منا دائما يريدنا ان نعود اليه بالتوبه وبالايمان وبالمحبه وبالصدق نجتمع اليوم في عيد خاص الاحرى هو عيدين بالنسبه اليوم العيد الاول هو عيد انتقال ستنا العذراء مريم ام الرب يسوع المسيح ام الله الى السماء نفسا وجسدا بحسب اعتقاد كنيستنا السريانيه المقدسه والعيد الثاني هو اجتماع ابناء رعايانا هنا في تورونتو الكبرى معا في قداس واحد بالتاكيد قلبي يملاه الفرح أنا التقي بكم جميعا وك... انا كنت زعلان الحقيقه امبارحه اولت امبارحه انه كيف ما راح نشوفكم. بالتاكيد سيدنا إليا بعد خبر من فتره لكن صار في ارتباطنا مع ابنائنا الكنيسه السريانيه الهنديه والمواعيد اللي انعملت كانت شوي مكثفه. لكن لما سمعنا أن القداس راح يكون بعد دور وهي فترة راحة مفروض تكون لكن أنا راحتي أكون معكن أكيد أشوفكن وتشوفوني <applause> فاستغلينا هالساعة ونص ساعتين حتى نجي نكون معكن نتبارك من الكنيسة من القداس الإلهي ونفرح بحضورنا بوجودنا معكن أبناء الكنيسة المؤمنين المباركين الغيورين وبعرف الغيره الموجوده عن معظم عن اكيد خاصه البعض ممكن اللي صار سنين وسنين عم يضحوا حتى الكنيسه تبقى شاهده حيه قويه على محبه الرب لكلياتنا وحامله ومحافظه على الارث السرياني الارثوذكسي اللي قبلناه من ابائنا ومن اجدادنا ووصلنا بثمن كثير هو دم الشهداء دم الشهداء اللي انسفك حتى يوصل الإيمان لألنا يوصل التراث لألنا ومسؤوليتنا هي أنه ننقله للأجيال القادمة أي مسؤولية الجميع الإيمان هالتراث ينتقل من جيل إلى جيل إلى مجيء الرب هيك منكون كلياتنا نقدر نوقف قدام ربنا نقول يا رب هاي المنحة هاي وزن اللي اعطيتني وهذا الربح اللي عملتوه وحافظتوا على الايمان ونقلتوه بامانه وبصدق مع نفسي ومعك للاجيال اللي بعدنا. فرحتي كبيره اكون معكن ولو لي وقت محدد. لانه كنت راح فعلا اكون زعلان كثير اذا تركنا هون تورونتو وما صار عندنا فرصه نشوفكن تشوفونا. لأنه يعني بعرف محبتكم ما لا لي أنا كشخص لكن لرئيس الكنيسة أنا أكيد عم بستمتع وعم بستفيد من هالمحبة اللي دائما موجودة بقلوب أبناء الكنيسة لرئيس الروحي لخادم بالرب لرئيس الكنيسة لكن أنا بعرف كمان لا أنا ولا أصحاب النيافة المطارنة ولا أي واحد منا نقدر نكون مؤهلين لهالدعوة اللي دعانا إياها الرب حتى نخدم المؤمنين بالنهاية خدمتنا وظيفتنا رسالتنا هي خدمة المؤمنين رئاسة بمفهوم المدني العالمي ما موجود بالكنيسة الكنيسة في رئاسات حتى تخدم مثل المسيح جاء حتى يخدم وليس ليخدم، نحن كمان مفروض نمشي على طريق المسيح كلياتنا وهذا الحكي مزبوط كمان للمؤمنين ما بس للكهنة، المؤمن كمان لازم دائما يحس حاله انه هو مدعو ان يكون مسيحي حقيقي يخدم الاخرين. الكنيسة بشكل عام بكليروسا وبشعبها وظيفتها انه تخدم العالم مين ما كان في العالم مو بس المسيحيين في العالم احيانا نسمع بعض الانتقادات من ابنائنا انه ليش الكنيسه مثلا سوريا او بالعراق او بمناطق اخرى عم تخدم الاخرين عم تخدم غير المسيحيين ما يصير الحكي هذا نسمعه المسيح لما اجى ما اجى لجماعته لاهله اجى لكل العالم هكذا حب الله العالم العالم كله حتى بذل ابنه الوحيد ونحن وظيفتنا ورسالتنا أنه نحب الكل نسامح الكل نحترم الكل نخدم الكل حتى اللي يمشوا معنا بغير طريق اللي ما ماشي معنا بنفس طريق المحبة اللي نحن ماشيين فيه هذا الفرق بيننا وبين الآخرين نحن مسيحيين طريقنا هو درب الصليب هو الآلام بهالعالم لكن المجد الأبدي بالعالم الآخر وآلام هالعالم لا تقاس بالمجد العتيد إنه يعلن لذلك وظيفتنا كل واحد منا يخدم الآخر كل واحد بدرجته بي برتبته بوظيفته بي بالمنحة وبالوزنة اللي ربنا عطاه إياها ما في حدا منا بهالدنيا ما عنده وزنة قد ما كان الإنسان فقير غير متعلم طبعا ما عم نضرب بغير متعلمين لكن ما صار له مجال يتعلم مثل الاخرين ما عنده عائله كبيره ما عنده وظيفه كبيره ما عنده خلفيه باك جراوند مهم ربنا ما حرمه ابدا من نعمه ومن منحه كل واحد منا عنده عطيه من ربنا بس لازم نكتشفها بحالنا نشوف ايش هي ونحاول نوظف هالعطيه هالمنحه هالوزنه نوظفها بتمجيد اسم الرب لخدمه الاخرين واكبر مثل لنا بهالشهاده هو أمنا العذراء مريم اللي اليوم عم نحتفل بعيد صعودها الى السماء نفسا وجسدا بعض الناس يفكروا انه نحن هي فكره صعود العذراء الى السماء بالجسد هي شيء جديد عندنا بالكنيسه او متاثرين بالغرب و... لانه بالغرب عملوها عقيده بعصور متاخره بينما نحن موجودة عنا من البداية القرون الأولى البعض ممكن يعرف يمكن يعرفوا هالترتيلة والصلاة اللي نصليها اللي موجودة بالشحيب ونصليها مع بعضنا عن العذراء وبتمنى تصلوها نرتلها مع بعضنا معلش إن فغرخ رحيق من أن صلوث اشتو صلوا او حيلو واشربي اذ كشف لقادشت الرحم وان كان جسدك بعيدا عنا فصلواتك هي معنا في كل حين، اي يمكن فيروز كما رتلت على ما اتذكر. اطلبي من الوحيد الذي ظهر منك ان يترحم علينا. فاذا هاي عقيده موجوده بالكنيسه من زمان والتاريخ الكنسي يحكي لنا حكايه كثير مهمه ويؤرخ كيف توما الرسول شاف جسد العذراء وهو ينقل الى السماء العذراء امنا اللي مشيت مع ربنا يسوع لاخر يوم ما تركته للصليب كانت واقفه عند الصليب تتذكروا على الصليب السيد المسيح طلع يوحنا الحبيب قالوا هو ذا أمك وقال للعذراء هو ذا ابنك هاي صارت أمك وهذا صار ابنك لهديك اللحظة العذراء ما تركت المسيح ابنها رغم كل الضيقات كل المشاكل حتى أقربائه بالجسد قالوا عنه مجنون تبروا منه رادوا يتركوه رادوا ينحبس بينما أم العذراء كانت تعرفه لأنه ما نسيت أبدا كلام الملاك لما بشرها وقال لها لذلك فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله عرفت هذا هو الله بالجسد فبقيت معه ما تأثرت أبدا لا بالألام ولا بالاضطهادات بقيت مخلصة مخلصة في رسالتها رسالة الامومة للمسيح والدعم للسيد المسيح، وهذا الشيء لازم نتعلمه نحن كمان. لما نامن بشيء لازم نكون ماشيين بهالايمان للاخير. ما نتاثر بالقيل والقال، ما نتاثر بالتعييب، يعيبوا علينا اليوم خاصة بالغرب يعيبوا على المسيحي انه هذا ايش هذا بعدك انت تامن بهيك شغلات؟ اليوم الموضة هي انه الانسان ما يكون مؤمن. هي يعتبروها شغله تقدم بحياتنا ونحن كمسيحيين يعيرونا بمسيحيتنا ما عم نحكي عن الاضطهاد اللي عم يصير ببلادنا وبافريقيا وباسيا هونيك اضطهاد دم هو اضطهاد ظلام عناصر الظلام الموجوده على الارض الحقد الكراهيه عم تظهر باضطهاد المسيحيين لاسباب دينيه بينما هون اضطهاد روحي هو اضطهاد بعد شوي اضطهاد روحي ما يخلي الانسان يعيش ايمانه بالمدارس صاروا يمنعوا الايمان والمظاهر المسيحيه الصلبان بالمستشفيات صاروا يشيلوا الصلبان من الغرف المرضى برا حتى على ارض البلديه صار ممنوع نحط شجره الميلاد مع انه شجره الميلاد يعني مو رمز ديني صار رمز للميلاد لكن بالاساس مو شيء ديني يعني صار كل مظهر من مظاهر الايمان ممنوع بهالبلاد هاي عم نسميها بلد الحريه حقيقه ما هي بلد الحريه بلد الاستعباديه بلد الشيطان اللي عم يستعبد الناس مع ذلك كمسيحيين بدنا نستمر بالحفاظ على إيماننا بالدفاع عنه بالمجاهرة به بالطريقة المناسبة هذا اللي عملته العذراء مريم أول ما بشر الملاك ترددت ومن حقها تتردد لأنه تعرف إيش نتيجة أنه تظهر هي حامل بابن من غير زواج الشريعة اليهودية ترجم وتقتل فلو أي إنسان آخر كان خاف رأسه قال الملك شكرا كثير هذا شرف عظيم أن ألد ابن الله بجسد لكن أنا ماني مستعدة أروح أضحي بحياتي أخلي الناس تقتلني كان ممكن هيك تقول لكن ما قالت هيك قالت له هو ذا أنا أمة الرب لما عرفت إيش الموضوع لما فهمته من الملاك قالت له هو ذا أنا أمة الرب أنا عبدة الرب ليكن لي, لي كقولك في اكثر تسليم للرب من هيك سلمت حياتها وتعرف انه احتمال كبير تنقتل وتموت سلمت حياتها للرب وقبلت بهالتحدي هذا اللي كان قدامها درس كبير لكلياتنا درس كبير لكلياتنا على مستوى قلب بكثير يعني ما عم نحكي ما حدا راح يجي هون يقول نانتن تكفروا بالمسيح ولا تنقتلوا مع انه مع ابائنا صارت وبعدها عم تصير في بلادنا لكن هون ما حدا راح يجي يقول هالشيء هذا بس كل يوم عشر مرات وعشرين مره نحن نوقف ننحط في مواقف ننكر فيها المسيح من غير ما ننتبه حتى حاول نخبي ايماننا لاشياء بسيطه ممكن تكون اشياء ماديه او معنويه مثلا واحد يروح مثلا واحد يروح عنده انترفيو مقابله للشغل يخاف انه يعرفه مسيحي او يروح على الكنيسه ما يعطوه الشغل يقوم يخبي او واحد ثاني عنده قبول بالجامعه يروح على انترفيو نفس الشيء واشياء ابسط من هيك بكثير انه واحد يخاف يخسر زباين بالمحل تبعه مثلا لما يعرفوا انه مسيحي ملتزم خليه يعرفه مسيحي بس ما يعرفه انه ملتزم يروح على الكنيسه ويصلي ويصوم ويقرا الانجيل هاي هي التحديات اللي قدامنا اليوم اللي لازم نكون كلياتنا أقوياء في مواجهتها مثل ما كانت أمنا العذراء مريم هي مثلنا الأكبر والأعلى في هالشهادة فإذا نرجع للعذراء أمنا لما صعد السيد المسيح إلى السماء وحل الروح القدس وتوزعوا التلاميذ للتبشير العذراء كانت عم ترافق يوحنا يوحنا الرسول الحبيب الأصغر بين الرسل يوحنا وين كانت بشارتو كراستو كانت في بلاد آسيا آسيا الغربية يعني في بلادنا يعني كان بالأخير ركز في مدينة اسمها إفسوس تعرفوها تسمعوا دائما رسالة بولس الرسول إلى أهل إفسوس مدينة إفسوس اللي موجودة حاليا بتركيا الحالية هناك في بيت اسمه بيت مريم العذراء والتاريخ يقول انه بهالبيت كان ساكن يوحنا انه يعني نعرف نحن من مصادر التاريخ انه يوحنا الرسول كان في إفسوس وبشر هونيك واسس الكنيسه هونيك فالعذراء مريم كانت معه وعم تساعده بالتبشير وبعدين لما صار الوقت حتى تنتقل من هالحياه العذراء مريم هي إنسانة بشر مثل كلياتنا ولدت بدها تموت هيك طبيعة الحياة، ولدت بدها تموت، وهنا اريد انبه لشغلة مهمة كثير انه نحن ما نخلط الامور مع بعضها مثل ما بعض الناس يعملوا، العذراء مريم هي قديسة أم القديسين شفيعة كبيرة لألنا عند ابننا، لكن ما بيصير أبدا نقول أنه نحن نعبد العذراء أو نتخذها لألنا مثل ما بعض الناس يقولوا إلهة لأنه مع الأسف في بعض الكنائس اليوم عم تحكي بشراكة العذراء بالإلوهية هذا خطر كبير العذراء ما هي ما لها علاقة بالالوهية، هي ولدت السيد المسيح بالجسد لكن ما هي ابدا جزء من اللاهوت من الالوهية. نحن الله هو اب ابن روح قدس فقط، اله واحد وبالتالي ننتبه من هالشغلة، ما عندنا نحن عبادة مريم عنا صلاة للعذراء مريم مثل ما نصلي دائما بالسلام عليكِ نقول لها دائما بالاخي صلي من اجلنا نحن الخطا الان وفي ساعه موتنا فاذا العذراء هي تصلي من اجلنا تتشفع من اجلنا تتشفع عند ربنا يسوع المسيح ابن الوحيد وما حدا يقول انه ليش ما نقدر نروح راسا للسيد المسيح وبلا ما نوسط العذراء بالنص يعني انا ب... انا انسان وانتم كلياتكن عندكن اب وام بالتأكيد في عنا مكانة خاصة بقلوبنا لأمنا ولأبونا وللأم بشكل خاص أكثر حتى من الأب ما يزعله الرجال بسائل حقيقة الحقيقة دائما الأم لها مكانة خاصة لأنه يعني في في علاقة بين الولد أو البنت وبين الأم هي علاقة أكيد فيزيولوجية لما تكون لما يولد الطفل من الأم لكن هالعلاقة تستمر علاقة التربية الرضاعة الحنان المحبة السهر بالليل على الولد مستحيل واحد يكفر بأمه مستحيل حتى لو لا سمح الله الأم إجا يوم وجبرتها الظروف تتخلى عن أولادها لسبب ما مثلا مستحيل الولد يقطع العلاقة اللي موجودة بقلبه تجاه أمه رح يجي يوم رح يرجع لأمه أمه رح ترجع له فإذا نحن البشر بنحترم كل هالشيء أمهاتنا سيد المسيح ما قال العذراء مكانة عنده ما رح يسمع لها أكثر مما يسمع لغيرها طبعا الهنا هو اله كل العالم وكل الناس عزيزين على قلبه وكل الناس قريبين منه لكن شيء طبيعي شيء طبيعي انه 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 اللي صارت ام له بالجسد يكون لها داله عليه يكون لها داله عليه يعني تقدر تطلب منه شغلات ممكن غيرها ما يقدر يطلبن فنحن ما نروح ورا بعض هالناس يقولوا ايش بقي للعذراء خلصت وظيفتها وراحت ولدت المسيح وانتهت مثل البيضه هيك يقولوا مثل البيضه اللي طلع منها الصوص ونكب القشر ها هيك هي واحد يقدر يتعامل مع امه على هالطريقه يعتبر امه انه هي مثل بيضه وخلاص انتهت ويكبها اذا امنا الارضيه ما نقدر ام ربنا ممكن نحن نعاملها بهالطريقه بعدين مين المحتاج للثاني نحن محتاجين لها نحن محتاجين لصلاته وهي قريبه من كل واحد منا موجودة دائما ترد علينا تيجي ل تجي لنا حتى تساعدنا بس نذكر اسمها بس نصلي قدامها فالعذراء مريم راحت مع يوحنا وبعد ما خلصت مهمتها على الارض بدها تنتهي حياتها طلبت من ابنها حسب ما ابقى الكنيسه خبرونا طلبت انه يجمع الرسل حتى يصلوا عليها فيظهر اجت لاورشليم والرب جمع الرسل كل بالروح القدس من كل من مختلف المناطق جمعا للقدس لاورشليم حتى يصلوا على جثمان السيده العذراء لما توفت وصلوا عليها ودفنوها اجوا كل ما عدا واحد كان معروف عنه شوي هيك دائما يتواجد في غير مكان ثم تتذكروا لما كان بالعليه التلاميذ تذكروا لما توما كان بالعلية كانوا تلاميذ بالعلية وظهر لهم السيد المسيح توما ما كان معا أول مرة بعد بأسبوع كان ليش؟ لأنه توما كان شجاع طبعا قبل ما يحل روح القدس التلاميذ كانوا مختلفين ما كان عندهم هالقوة الإلهية فتوما كان أشجع من غيره أنا بعتبر بهديك الأيام بحيث أنه ما خاف ودخل على العلية وسكر الباب على حاله طلعوا لبرا بين اليهود فلما أجى السيد المسيح وظهر للتلاميذ و وفرجاهن اثر المسامير بيده واثر الحربة بجنبه، آمنوا انه المسيح قام لما أجا خبروه وقالوا له شفنا الرب، قال ما بآمن غير لما اشوف انا كمان، مهم فتوما كان عنده هالعادة انه ما يكون موجود، طبعا كل شيء بترتيب إلهي عم بيصير حتى توصلنا نحن رسالة حتى نتعلم شيء جديد، فتوما ما لحق للجنازة تبع العذراء. وصل متأخر يعني. لما وصل هو بمدخل على أبواب اورشليم شاف منظر الهي عجيب، شاف الملائكه عم يحملوا عم يشيلوا جسد السيده العذراء وطالعين فيه بالسماء. ثم انزعج وانبسط، انزعج لانه ما لحق للجناز وما قدر يودع ام الرب، لكن انبسط لانه شاف شيء غريب وجديد ويمكن محد أغيره ما حدا غيره ما شافه. صار يخاطب العذراء انه انا كيف بدي اروح أخبر الملائ الزملاء الرسل انا شفت جسد العذراء طالع بالسماء وكذا بالاخير باكيد بامر الهي ينزل زنار العذراء بينفك من, من جسدها بينزل لايدين توما الرسول توما ياخذ الزنار ويدخل القدس لاورشليم يروح لعند التلاميذ شو وينكم نحن وين وين ام الرب ام المعلم وينها قالوا له دفناها ماتت وصلينا عليها تاخرت انت ما قدرنا ننتظرك. قال لهم خلينا نروح نشوف جسدها، كيف بدنا نفتح القبر عليها؟ قال لانه ما موجوده بالقبر. راحوا فعلا فتحوا شافوا القبر فارغ. طبعا هالقصه بتفاصيلها بيحكيها مار يعقوب السروجي بميمر مهم كثير من ميامره عن عن وفاه وانتقال عذراء مريم وعن توما الرسول. فلما فتحوا شافوا فارغ خبرن توما بال منظر الإله اللي شافه هو داخل الى اورشليم قال هذا هو زنار العذراء تعرفوه هذا اللي كان تلبسه دائما فعلا كان زنار العذراء من هون نحن نؤمن انه العذراء انتقلت بجسدها الى السماء هي الوحيده بالعهد الجديد اللي مذكور عنها انه انتقلت بجسدها الى السماء ولو انه جسدها كان ميت وليس حي لكن في عندنا مثل اخر في العهد القديم ايليا النبي اللي ما مات اجت مركبه ناريه ونقلته الى السماء، لذلك قالوا للسيد المسيح عن ايليا ويوحنا قال لهم ينبغي ان ياتي، واتى بروح اتى يوحنا بروح ايليا انه لازم ايليا يرجع يموت. اذا العذراء مريم انتقلت الى السماء، توم الرسول اخذ هز النار معه ورجع للهند حتى يكمل بشارته هوني كان موجود بالهند. ونعرف انه توما الرسول بالاخير استشهد سلخوا جلده وهو حي وتوفى وصار شهيد. بعد تقريبا 350 سنه سنه 345 بالضبط سريان من الرها من اورفا يروحوا على الهند بارساليه تبشيريه حتى يقووا الكنيسه الموجوده بالهند أيام توما لكن ضعيفه كثير فيروحوا لهونيك بعد ما يعرفوا عن طريق تاجر اسمه توما كمان يعرفوا انه في مسيحيين فمطران الرها يبعتن مع أسخف اسمه يوسف وكهنه وعائلات سريانيه تروح على الهند وتبلش هونيك تقوي المسيحيه وتبشر جزء من هدول الناس رجعوا لاورفا وجزء ثاني بقوا اللي اليوم مسمين الكنعنه كنعنويه ابرشيه الكنعنه اللي هي ابرشيه لحالها بالهند اللي رجعوا من الهند رجعوا معا شغلتين مهمين رجعوا زنار العذراء وحطوه بالكنيسه الكبرى كان اسمها ايا صوفيا بالرها كانت موجوده قبل ورجعوا عظام وذخائر مارتوما الرسول اللي اخر شيء انحطت بكنيسته كنيسه مارتوما في الموصل ذخائر مارتوما الرسول في الموصل والزنار بقي هونيك وبلش يتنقل طبعا لما صاروا صار الهجوم على المدينه واجوا الاباطره البيزنطيين اخذوا كل الذخائر الموجوده براها للقسطنطينيه وبعدين اختفى اثر الزنار اختفى تماما نفس الوقت في عندنا كنيسه نحن بحمص بسموها ام الزنار ليش ما حدا بيعرف كنيسه قديمه كنيسة من القرون الاولى يقال من القرن الاول حتى عباره عن مغاره كاف بعدين صارت كنيسه اكبر وبعدين لما سمح للمسيحيه ان تكون ديانة علنية عمروا كنيسة فوق هذيك المغارة اللي هي من القرن الأول اسمها كنيسة أم الزنار بس ما حدا يعرف ليش بيصير معجزات فيها أشفية وغيرها لا يجي وقت بالقرن التاسع عشر ألف وتقريبا ستين أو خمسة وخمسين ستين. مطران حمص اللي هو اسمه بطرس اللي يصير بعدين بطرك بطرس الرابع راح القسطنطينية على العاصمة حتى يتابع بعد الأمور الخاصة بالكنيسة لأنه يعني وقتها بلشوا السريان كاثوليك يطلعوا وصار في خلافات على الكنائس ياخذوا كنائس نرجع نرجعها مين يدفع أكثر لل للوالي أو للسلطان ياخذ فرمانيا أنتم تعرفوا هالموصل خاصة يعرفوا هالقصة منيح مع المرحوم مطران بهنان سمارجي مسكين آخر شيء توقف عن الخدمة بسبب هالموضوع هذا مطران بطرس مطران حمص كان موجود بالاستانه بالقسطنطينيه مكتوب من مطران من من المطرانيه يروحوا لهونيك من مجلس الكنيسه يقولوا له بناء على على اوامرك نحن بلشنا نكبر الكنيسه ونوسعها فلما جينا نكسر المذبح الوسطاني عادة ثلاث مذابح موجودة بالكنيسة، المذبح الوسطاني لما كسرناه وشفنا جرن حجري فيه. مكتوب عليه زنار العذراء فنحن تركنا كل شيء رجعنا طمرناه وخليناه مكان هذا الحكي 1850 انتهى الموضوع تسكر عليه كمان لل 1953 المرحوم البطرك افرام برسوم قاعد ب ببطركيته بحمص لانه كان ممنوع عليه يروح لدير الزعفران قاعد بمطرانيتو بتعرفوا كان انسان علامه ومثقف و... و... اخذ مخطوطه من المخطوطات عم يقراها شاف انه الجلد تبع المخطوطه سميك شوي عباره عن جلد بس حاسس فيه واوراق فيه وشغلات فتح الجلد هذا واللي يشوف مجموعه اوراق من ضمنها الرساله اللي بعتوها مجلس كنيسه من الزنار لمطران بطرس بالقسطنطينية، هالرساله موجوده البطرك لما شاف الشي هذا عرف انه في شيء نزل على الكنيسه معه الرهبان كان بعض منهم بعضنا عايشين الله يطول عمرهم بلش يكسر المذبح الوسطاني شاف الجرم رجع وقف كل شيء بعد وراء الكناء مطارنة الطوائف الاخرى اللي موجودين بالمدينه وقدام انفتح وشاف زنار العذراء ومباشره تواصل مع الهيئه مع السلطات الآثار هيئة الآثار والمتاحف في دمشق بعثوا بعثة خاصة حتى يدرسوا المكتشفات الموجودة اللي هي عبارة عن زنار قماش أو بالأحرى يعني خيوط ملفوفة على بعضها وداخل علبة من الفضة مهم نتيجة الفحوصات كانت إنه هالعلبة الفضية هي من العصر البيزنطي و والخيوط هي من عصر الروماني هذا كان نتيجة الفحوصات وبعدين طبعا صار فحوصات ثانية عليها أكدت قدم هذا الزنار وهيك أعلن المثلث رحمة البطرك أفرام أنه هاي هذا فعلا هو زنار العذراء أمنا وهي كنيسة أم الزنار لأنه فيها زنار العذراء وأصبح عيد رسمي لزنار ب 15 آب كمان نفس الوقت كان قبل واحد تحول ل 15، فاذا الاثر الوحيد الموجود من امن العذراء هو هذا الزنارة فقط لانه طلعت للسماء ما عندها عظام، ما عندها عظام مثل باقي القديسين ما عندها ريلكس يعني ذخائر مثل باقي القديسين، بس عندها هذا الزنار اللي نحن كثير مباركين انه يكون معنا وايام الحرب الاخيره اللي صارت في سوريا طبعا بمعجزه الهيه قدروا يطلعوا الزنال من الكنيسه ويخفوه الله يرحمه المطران سلوانوس مع كمان الله يرحمه القس خزعل اخذوه وخفوه حموه لبينما تحررت المدينه ورجعوها ل من جديد تعمر مكان جديد مقام جديد للزنار بحمص ان شاء الله يكون عندكم النصيب تروحوا تشوفوه تزوروه مقام كتير حلو بيليق بزنار امنا العذراء مريم اللي دائما تتشفع فينا وتصلي لنا اذا احبائي العذراء مريم قريبه منا كلياتنا وحده منا هي ونحن منا لذلك لما المسيح بالانجيل ما بعرف يمكن قريتوه اليوم لما قالوا له امك وخوتك برا نعم ينتظروك قال مين امي ومين اخوتي؟ اشر على الموجودين حواليه قال هذا اخوي واختي وامي ايش معناتها الحكي؟ ما معناته السيد المسيح عم يتبرى من امه بالجسد، لا معناته عم يقولنا لنا انه بتجسده من العذراء مريم صار واحد منا وفينا، صرنا نحن من عائلته وهو من عائلتنا. خفى لاهوته بهالجسد هذا حتى يقدر يعيش معنا ونحن نعيش معه ونشوفه ونسمعه. صرنا أخوة له لذلك لما نعمد الجن المعمودية نقول أنه هالإنسان تعمد صار أخ للسيد المسيح أخ للسيد المسيح نعم أخ طبعا نحن منا جزء من الألوهية مثل ما قلنا من شوي ولا العذراء جزء من اللاهوت لكن نحن بالتبني صرنا أخوة للسيد المسيح ربنا تبنانا adaptation يعني adopted us تبنانا عملنا أخوة له من خلال جرن المعمودي هاي هي, هي العذراء أمناء اللي عم نحتفل بعيدها طولنا عليكن كثير بس فعلا اللقاء هذا أنا فرحني كثير وأكيد دائما ما نحس بالوقت لما نكون مع أبناء الكنيسة المتلهفين ونحن متلهفين كمان نشوف نشوف بعضنا ونباركن ونتبارك من القداس ومن الموجودين بالقداس لذلك أحب أكرر مرة ثانية محبتي لكل واحد منكم فرحي إني أشوفكم كلياتكم خاصة إنه مجتمعين مع بعض في مكان واحد اليوم أكيد كان راح يكون صعب كثير نروح ندور على كل كنيسة خمس أو ست رعايا عنا هون بالمنطقة فأنا كثير فرحان إنه ربنا رتب هيك ما كانت بالحسبان ما كانت هي أبدا مخطط لها لكن ترتيب من ربنا انه نجي نشوف كلياتكن هون مع بعض نفرح فيكن ونتمنى ونطلب من ربنا بشفاعة ابن العذراء مريم انه دائما تكونوا مجتمعين على المحبة على الصدق وعلى الايمان لانه دائما وجودنا مع بعضنا هو يقوينا وربنا يكون راضي علينا اكثر كمان لما يكون كلياتنا عندنا فكر واحد هو فكر المسيح هو فكر الوحدة اللي تجمعنا بالرب يسوع المسيح انا كل كلياتكن لانه انتظرتني سيدنا المطران اكيد مطران ايليا مع الكهنه الاعزاء شكرا كثير سيدنا لانه رتبت هالزياره ولو بسرعه وعلى عجله لكن لكن مهمه كثير كانت لالي كمان اشوف ابناء الكنيسه الاعزاء اليومين اللي قد قض... We, we, we spent two full days with our beloved Malayali people, our people from Malankara, from India, visiting with them and uh, enjoying their company. It was a great time that we spent, and they went out of their way to uh, actually with a lot of sacrifice to prepare for this visit because not, their numbers are much less, but their faith is not. Less, of course. They have strong faith, they have strong belonging to the church, sense of belonging and uh, commitment to our holy church. They kept the faith of our forefathers throughout the centuries, and they also kept their culture and traditions which come from India. Therefore, uh, our presence and visit with them was uh, full of joy for us. And we enjoyed seeing them all and experiencing their love and their dedication towards the church. And I want to tell you that uh, whenever possible, you should work together, come together, celebrate together your faith and your uh, oneness in the, in the Lord and in the Syriac Orthodox Church of Antioch. إن شاء الله بكرة الصبح رح نتيسر اليوم بعد عنا, مش... عنا برنامج تاني المساء الحقيقة مع جماعتنا الهنود بس رح نقدر ننزل شوي مع اللي رح يكونوا موجودين إذا الله راد بس قبل هيك أنا بتمنى إذا طبعا سيدنا والمنظمين يشوفوا مناسب أنه بنهاية القداس أنا رح أوقفهم حتى نعطي بركة لكل واحد منكن كل واحد منكن حتى لو أخذت ساعة ساعة ونص ما عندي مشكلة أنا أنا حاس حالي مقصر معكن هاي عقوبة لالي بس, بس طبعا ما هي عقوبة هاي فرح لالي <applause> بالعكس هي فرح أن نكون معكن فأنا راح أكون موجود إذا الوقت بيسمح و... اذا مناسب بعد ما نخلص القداس راح اوقف هون وتجوا بالدور ضلوا قاعدين تطلعوا صف بصف واحد واحد اكيد أنتن هون كندا يعني اورجنايزد أنتن يعني راح تكونوا تم قاعدين تطلعوا صف بصف تجوا لهون حط صليب على راسكن وتمشوا صور الشخصيه راح يكون صعب كثير اللي لحق ياخذ صوره هو عم يتبارك ما عندي مشكله بس راح يكون صعب كثير نوقف وناخذ صور بس على القليله نقدر نبارك كلياتكم مره ثانيه ربنا يبارككم ويحميكم ويحفظكم وبرجع اكرر شكري لسيدنا ارشليدس وللكهنه تبع الكنيسه الكنيسه الحلوه وان شاء الله ان شاء الله نلتقي عن قريب كمان واتمنى ممكن كلياتكم تصلوا لي الي وصلوا لأصحاب اصحاب النيافه المطارنه وللكهنه كلياتنا حتى نقدر نقوم بواجبنا بخدمتنا بشكل كويس يرضي ربنا ربنا يبارك الجميع صلوات ابن العذراء مريم وكل القديسين